يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم جميعا، كل سنة وكلنا طيبين. الحقيقة انه يعني شهر رمضان وأعياد اخواتنا المسيحيين أجواء يعني كلها بهجة وكلها فرحة، يا رب دايما يديم علينا الفرحة دي. واحنا يعني في أواخر أيام رمضان الدراما يعني واخدة مساحة كبيرة من كلام الناس ومن يوم الناس، لأنه خلاص الأحداث كلها يعني ابتدت تظهر وكل الحكايات ابتدت تبان، فالناس متابعة بشكل كبير. والحقيقة عندنا موسم درامي رمضاني غاية في الروعة، ما بين الاجتماعي والكوميدي والأكشن والوطني والتاريخي، فعندنا وجبة دسمة شهر رمضان ده الحقيقة. ونحن دايما محظوظين بنجومنا المصريين، الحقيقة أنه الدراما المصرية هي الأساس طول الوقت، وإحنا كمصريين دايما محظوظين بفناننا اللي إحنا بنتباهى بيهم قدام العالم. واحدة من الفنانات دول وأيقونة للفن المصري والعربي ويعني إحدى السيدات الرائدات في صناعة السينما هي الفنانة الجميلة يسرى، اللي دايماً حاجزة ليها مكان خاص جداً في قلوب كل الناس. والحقيقة أنه هي حضورها في شهر رمضان وفي دراما رمضان مهم جداً بالنسبة للجميع. والسنة دي يعني هي اختارت الكوميديا وعاملة حالة من الكوميديا الاجتماعية بمسلسلها ألف حمد لله على السلامة، تركيبة جديدة ومختلفة، ويعني الناس كلها بتتابع والناس كلها شايفة نجوم جداد وشباب صغيرين. ويمكن هي بقالها كام سنة متعودة على مسألة التعامل مع الشباب وإنها تخرج مجموعة من النجوم ودايما بتكون وش السعد عليهم. لأنه ده تحدي مش سهل إني أشتغل مع نجوم صغيرين وأنجح بيهم، لكن هو ده يعني اللي بيعمله الكبار اللي زي الفنانة الجميلة يسرى. هي دلوقتي معانا على التليفون. مساء الخير على حضرتك، وكل سنه وحضرتك بخير. مساء النور، وكل عام ومصر كلها بألف خير، مسلمينها وأقباطها وأحبابنا وأخواتنا، يا رب كلكم بألف خير والأمة العربية كلها بخير. يعني الحقيقة إنه رمضان السنة دي مختلف، وألف حمد لله على السلامة الكوميديا اللي إحنا يمكن في رمضان بنبقى شوية مفتقدينها، لأنه بيكون التراجيدي والاجتماعي والحاجات دي غالبة على المسلسلات. حضرتك اخترتي الكوميديا السنة دي بألف حمد لله على السلامة. الحقيقة كنت حاسة إنه إحنا مقصرين في حق الكوميديا شوية، وإحنا أساسا شعب بيحب الضحك، بيحب الفرفشة وبيحب ان هو يهزر ويضحك. الابتسامه دي على فكره بتطول العمر، والضحك بجد اصعب من التراجيدي بكتير. فلما تضحكي من قلبك ده حقيقي بيجدد خلاياكي اساسا، وبيخليكي فعلا عندك احساس مختلف غير الدراما. فكنت فعلا محتاجه ان انا اعمل كوميدي، والحمد لله ربنا وفقنا في اختيار الموضوع واختيار المخرج واختيار الستاف كله، والحمد لله ان احنا نجحنا النجاح العظيم ده. والحقيقه يعني يرجع الفضل لكل التيم ورك اللي اشتغل على كل صغيره وكبيره في الموضوع. اروح مع حضرتك لفكره المسلسل، وهي مساله انه اسره مصريه كان بقالها كام سنه عايشه في كندا وراجعه، والحاجات اللي بيلاقوها لما يرجعوا والتعامل مع التغيرات اللي حصلت دي، يمكن ده اتناقش في كام عمل قبل كده. عايز اعرف كانت وجهة نظر حضرتك في الورق لما قريتيه والنص والفكرة نفسها. هو الحقيقة الفكرة نفسها هي اللي بتديكي المساحة انك تبقي في موقف يضحك، فاهمة قصدي؟ يعني انت ما بتفتعليش الضحك، انت الموقف هو اللي انت بتقع فيه هو ده اللي بيضحك. طبعا معانا كوميديانات مهمين، هم ليهم الافيهات بتاعتهم وطريقتهم، وده شيء اضاف جدا جدا للضحك عندنا. لكن انت لازم لما تختاري موضوع ده يعني كوميدي لازم تعرفي هل الموضوع ده هو هيوصل لك انك انت فعلا توصلي لحاجه كوميدي ولا لا. لكوميديا الموقف زي ما حصل. الموضوع ده انا عارفه ان هو اتعمل كتير قبل كده، لكن انا كمان في حته مهمه قوي، انك انت بقالك كتير قوي ما طلعتيش النماذج البوزيتيف اللي هي الايجابيه. صحيح، دايما بنطلع كنا نماذج سيئه ونماذج ايجابيه بسيطه، النهارده بنطلع النماذج الايجابيه اكتر بكتير من النماذج اللي هي الغير ايجابيه.
التعامل مع شيماء سيف، وده مش اول تعامل ما بين حضرتك وما بين شيماء سيف، والحاله اللي بتعملوها في المسلسل. لا لا بصي، انا كتير وقفت التصوير عشان كنت انا بضحك يعني، في هتلاقيني مرات بدور وشي وبحط ايدي على وشي وحاجات كده اهوت، لان طبعا شيماء ومحمد ثروت قتلني من الضحك هما الاثنين، والحقيقه كمان ايمان السيد والاستاذ محمود، ويعني ما فيش حد اتاكا يعني ما فيش حد ما كانش بيضحكني. اوتاكا في مشهد بيني وبينه انا وقفت التصوير 100 مره لما فتحت الباب وانا منكوشه، وراح قافل الباب وقال لي لا لا انت مش سميحه، يعني طريقته انا ما كنتش متوقعه انه هيعمل كده، بس انا كنت بقع من الضحك منه. يعني الحقيقه انا 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 محظوظه ان انا كان حواليا ناس وفنانين مهمين جدا ووجوه جديده واعده جدا جدا جدا، زي آدم الشرقاوي، زي ميان، زي عنبة، زي أحمد عبد الوهاب، الحقيقة كلهم واعدين جدا جدا جدا، وكل الشباب معجبين بيهم جدا. عنبة كان يعني السوشيال ميديا كلها بتتكلم عنه، وما كانتش متوقعة ولا متخيلة انه التمثيل ده يخرج منه، دي تجربة تمثيلية اولى قدام يسرا، اول مرة في حياته يقف قدام كاميرا يمثل، على سجيته جدا جدا وما بيعملش مجهود، وطبيعي وجميل وابن بلد، وتحسي ان هو واحد منك يعني حتة منك كده. هو يعني يمكن قال كتير انه انا حاسس انه الفنانة يسرا هتبقى وش السعد عليا، بس هو كمان ولد زي الفل، عايزه اقول لك ان هو اخلاقيا كمان زي الفل، الولد نظيف وزي الفل وموهوب ومتربي، ويعني الحقيقه يعني كلهم ادم كده، ميان كده، احمد عبد الوهاب كده، الحقيقه كل الشباب الجديد عنده اخلاقيات كده حلوه جدا جدا جدا، تحبيهم بجد بجد، ما يعني مش قادره احكي لك لما حد فيهم كان بيتاخر بس مثلا 10 دقائق لو تشوفي الاعتذارات، كلهم ملتزمين، كلهم عايزين ينجحوا، كلهم بيحبوا بعض، كلهم فرحانين انهم بيعملوا موضوع حلو وجديد، وفرحانين ان احنا كلنا سوا. استاذ عمرو صلاح يعني برضو ادانا مساحه ان احنا نعمل اللي احنا نفسنا نعمله، يعني ما كانش متزمت ان هو يقول لك لا ما تعمليش او لا تعملي، لما كان بيلاقي حد بيقول حاجه تضحك هو كان بيضحك اول واحد فينا، يعني فاهمه ازاي؟ فكان بيوافق. ده في حد ذاته الكواليس لما تبقى حلوه كل حاجه بتطلع بتظهر على الشاشه كمان، والدعم اللي هم يلاقوه من يعني نجوم لسه اللي ليه كذا عمل زي ميان السيد واحمد وادم الشرقاوي، لكن نجوم لسه بيطلعوا لاول مره لما يلاقوا الدعم ده من فنانه كبيره بحجم يسرا. وعايزه اقول لك يعني استنيهم في اعمال كبيره هينجحوا فيها، لانهم هم الحقيقه كلهم موهوبين، كلهم بدون استثناء. مسألة المواهب دي وإنه يبقى عندنا جيل من الموهوبين الصغار، حضرتك بتشوفي إنه ده مسؤولية النجوم الكبار زي يسرا وغيرها إنه ندعم المواهب دي ونخرجهم للنور؟ زي ما كنت في يوم بتمنى إن نجم كبير يعني يصدق فيا ويآمن بموهبتي ويقف جنبي، زي ما أنا النهارده دوري إن أنا أدي الفرصة للناس اللي تستاهل الفرصة الحقيقية. اصل في ناس كتير قوي تقول لك ايه اصل انا عايزه امثل، تيجي يجي ممثله وتلاقيه ما فيش، انت فاهمه قصدي؟ انما هو مش عارف ان هو مش عارف يمثل، او هي مش عارفه انها هي مش عارفه تمثل، لكن في ناس موهوبه لازم تستحق الفرصه، وده يعني اقل شيء انا ممكن اقدمه لهم. بالعكس عايزه كمان اسال حضرتك على مساله انه في مجموعه من المشاهير الخاص بالسوشيال ميديا موجودين في المسلسل، هل ده ليه علاقه بجذب الجيل الصغير انه يتفرج اكتر ويتابع اكتر؟ هي الفكره جت الحقيقه لما شفنا الشبه بتاعهم مع المشاهير محمد صلاح ومبكي، يعني مو صلاح مين ما بيحبش مو صلاح؟ كلنا، انا اول واحده بحبه حب غير عادي وبحترمه جدا وبحبه جدا، وشايفاه مثل رائع لاي شاب في الدنيا، مش بس اي الشباب المصريين، اي شاب في الدنيا هو مثل رائع لاي شاب في الدنيا عنده طموح وعايز يوصل، فهو نموذج جيد جدا لكل الشباب.
كذلك ميسي، كذلك كل الشباب اللي طلعوا معانا. عايزه اقول لك ان انا كنت فرحانه بيهم جدا جدا جدا، وهم كمان يعني مؤدبين وطيعين وعايزه اقول لك انهم فعلا كانوا مكسوفين جدا وهم بيأدوا معانا، بس احنا فكناهم زي ما بيتقال. لانه فرصه كبيره اني اتواجد في عمل في الفنانه الجميله يسرى. اعتقد انهم حلوين، الناس حلوه، الناس دي طيبه وحلوه، وده بيشجع انهم يقدموا احسن ما عندهم. ولما اتصورت معاهم انا كنت فرحانه بيهم، فرحانه بوجودهم، فرحانه ان هم معانا، وفرحانه ان فعلا الشبه قد كده. يعني مش معقول لدرجه انك انت يعني ما تتصوريش ان في شبه كده. صحيح. عايزه من حضرتك رساله للجمهور المصري، يعني واحنا في رمضان وداخلين على الاعياد وبعد هذا الموسم الدرامي الرمضاني. عايزه اقول لكم كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله ربنا يدينا الخير والصحه والستر والعافيه، ويبعد الوباء والبلاء عننا يا رب العالمين، وان شاء الله كده كل ايامنا تبقى فرح وسعاده، وكل سنه وانتم بألف ألف خير، وسعيده ان انا قدمت لكم بسمه حلوه انتوا فرحانين بيها ومبسوطين بيها. احنا سعيدين جدا جدا بوجودك معانا النهارده في التاسعه، الفنانه الجميله يسرى ايقونه الفن المصري والعربي. شكرا جزيلا على وجودك معانا، وكل سنه وحضرتك بخير. اشكرك وانتوا جميعا طيبين، ميرسي قوي. شكرا جزيلا.